السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم وأحضر لحضراتكم اليوم صاروخ الانتصار، صاروخ الدفق الدموي للعضو الذكري، تدفق الدم للعضو الذكري وتحسين حالة الأوعية الدموية للعضو الذكري. مش بس كده، كمان بيحسن. لا، قبل ما نبتدي الأول، دلوقتي احنا حلوين قوي مع بعض، تمام؟ أنا بضحي بنفسي عشانكم، أنا شمعة بتحترق عشانكم، مذاكرة ليل ونهار وبلف أنحاء العالم عشان أجيب لك المنتج، وفي نفس الوقت المنتج الحنين، مادة فعالة قوية مسجلة في وزارة الصحة، مضمونة تماما، ممكن ترجعها، ممكن تشتكي منها، تمام؟ فطالما أنا بعمل الخير مع حضرتك، ليه أنت ما تبقاش إيجابي وتعمل الخير معايا؟ طالما أنا بحبك الحب الجامد ده، لازم تحبني الحب برضو يعني شوية حتى. هتعمل إيه؟ تدوس لايك، دوسه ضغطه بسيطه، ما تكسلش، ضغطه بسيطه، لايك وتعليق، اي تعليق، تذكر الله، تصلي على رسول الله. وبعدين لازم كلنا بقى نتكاتف كلنا وندعو ونكتب تعليق تحت: اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم دعمهم يا رب العالمين، اللهم انقذ المظلومين يا رب العالمين، اللهم انقذ الأطفال المشردين في فلسطين وغزة يا رب العالمين. نرجع بقى للصاروخ بتاع الأوعية الدموية. صاروخ احنا انتظرناه كتير قوي علشان تدفق الدم. بعد اذنكم ثواني. تدفق الدم في العضو الذكري وتحسين حالة الأوعية الدموية. ده مش العضو الذكري بس، لا، ده جميع الأوعية الدموية اللي في الجسم، خصوصا الأوردة، هتظهر كده، خصوصا لاعبي كمال الأجسام. يعني العضلة، لما تلاقي العضلة ما فيهاش وريد بيبقى شكلها وحش قوي. فأنت إيه الأرجينين ده بقى، إيه واخد بالك، الأرجينين ده هيبتدي يديك في العضلة وريد كده، واخد بالك، أزرق كده، هيجمل العضلة في كل عضلات الجسم: عضلات الصدر، عضلات الكتاف، عضلات الرجلين، عضلات السمانة، جسمك كله هيبقى مليان أوردة. أيضا هيحسن الأداء البدني، هيزود الأوردة، هيحسن حالة الأوعية الدموية، هيحسن حالة الأداء البدني ويخلي عندك ريكفري. ايه تاني؟ بيحفز تصنيع البروتين داخل العضلات، فبيزود البلك او بيزود الحجم العضلي. تالت حاجة، بيدعم جهاز المناعة، واحنا داخلين على شتاء، يعني داخلين على فيروسات، فلازم ندعم جهاز المناعة عشان يبقى جهاز المناعة قوي جدا جدا. العبرس، وادي المنتج بتاعنا اهو، الارجينين الف. الارجينين ده بيبقى البريكيرسر بتاع النيتريك اسيد. يعني ايه بريكيرسر؟ كلمنا عربي. النيتريك اسيد ده بيخش بيوسع الاوعيه الدمويه بتاعه العضو الذكري، فبيحسن الانتصاب، وايضا بيزيد الاورده على العضله. فالال ارجينين اهو انجلش 1000 مللي جرام، هو الحاجه البدائيه للنيتريك اوكسايد اهو. الارجينين سبورتس بلاد فلو and vascular functions, support muscular
مش شايف. Muscular protein synthesis يعني بيصنع البروتين. Support healthy immune function. اهو الارجينين من انتاج شركة نيباكو الصرح المصري الوطني العملاق وبكل جدارة. الارجينين هو المادة البدائية للنيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد ده كلنا محتاجينه. مين مش محتاج النيتريك اوكسايد؟ عايزين النيتريك اوكسايد عشان الوحش اللي مستنينا. امال ايه؟ امال ايه السكر اللي بينجط في الارض دي؟ اهو السكر والعسل اللي بينجط في الارض لازم تاخد له الارجينين. والارجينين عباره عن حمض اميني اساسي اسينشال امينو اسيد. لا هو حاجه فيها مشكله، ما فيهوش اي مشاكل، خلاصات غذائيه. الارجينين شكل العبوه كده اهو، فيها 60 قرص. 60 قرص، سعر القرص الواحد جنيه و66 ساخ. جنيه و66 ساخ، ما حصلش حتى 2 جنيه الا ربع. العلبه 100 قرص، 100 قرص، لا العلبه 60 قرص ب 100 جنيه اهو. شو مي ذا برايس، شو مي ذا برايس بليز. الله يخرب بيت النت على النتيتة على اللي بينتته. أهو 100 جنيه، 100 جنيه، 60 قرص ب 100 جنيه عشان تاخد نيتريك أوكسايد. لأن الأرجينين ده طال انتظاره. طب جرعته إيه؟ جرعته قرص، قرص قبل الأكل بنص ساعة ثلاث مرات. قرص قبل الاكل بساعه او بنص ساعه ثلاث مرات. لا يتناول هذا الدواء الشباب اقل من 18 سنه. لعيبه كمال الاجسام اللي بيروحوا الصالات واللي بيروحوا الجيم، اوعى تتناول ده طالما انت اقل من 18 سنه. طب لو انا بقى ايه عايز معاه كورس جديد يسن المصلحة ويشد العمود، جاهز 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 حبيبتي، حبيبتي يا مصر، حبيبتي يا مصر، بضحي بنفسي عشان مصر والله اهو. يبقى انا هاخد ال ارجينين ثلاثة في اليوم ومعاه فيرتيتونكس. فيرتيتونكس، فيرتيتونكس مرتين يوميا فيرتيتونكس. وهاخد بقى الوحش دايموند ريكتا 5 مللي، دايموند ريكتا 5 مللي قرص يوميا، قرص يوميا او حسب ارشادات ومتابعه الطبيب المختص وبكل دقه. طب مده الكورس 3 شهور، 3 شهور، 3 شهور هيبقى عضلاتك زي الحديد. والشمروخ، شمروخ ايجيبشن، شمروخ لازم ايجيبشن شمروخ ده سمعته عالميه تمام. لازم 3 شهور، هتريح شهر وممكن تعاود الكورس مره اخرى. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري، إني أحبكم في الله بكل لغات العالم، فردوها علي ولا تبخلوا علي بالتعليقات الجيدة الإيجابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.